أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر العظيم المبارك، ونحن في ظلال العشر الأواخر من هذا الشهر، هذه لحظات على العابدين أن يستفيدوا من كل لحظة من هذه اللحظات في هذا الشهر العظيم المبارك، ومن هذه الليالي الطيبة من العشر الأواخر، كسب الوقت أن تكون في جوف الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ورب العزة يقول في كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهو القائل سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لله ما أروعها من ساعة في جوف الليل والعبد يناجي ربه. ومع السؤال الثاني والعشرون من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: قال له صحابي جليل، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل، إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل. دخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فوجده يبكي، فقال له: أتبكي أبا عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنك راض؟ فمن هو؟ رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء أسير، وكل ضياء ونور أسير.
يرون بي الشوك من كل جنب ولكن